حادثة أصبحت حديث الشارع في إمارة الشارقة منذ أيام، إنها قضية وفاة الطفلة حبيبة التي كانت ضحية التسمم. مركز الشارقة الإعلامي وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام كشف النقابة عن تفاصيل هذه الحادثة، وذلك في تقرير الزميل مراد الشباب. حبيبة، طفلة تبلغ من عمرها العامين، شاء لها الله أن تنتقل إلى رحمته بعد 5 ساعات من نقلها إلى العلاج، ولينتقل أخوها عبد الرحمن إلى قسم العناية المركزة في مستشفى القاسمي. وكان التشخيص الأولي من قبل الأطباء لهما هو اشتباه في حالة تسمم غذائي، إلا أن القضية أخذت منحا آخر بعد الوصول إلى الحقيقة. من هنا أمام هذه الحجرة في مستشفى القاسمي بدأت حالة حبيبة تتراجع حتى وفاها الله. فما هو سبب الوفاة ومن هو القاتل الحقيقي؟ ذهبنا لمركز الشارقة الإعلامي لنعلم ما هو الخبر اليقين. مادة فوسفيد الألمنيوم، المادة الخطرة التي تستخدم كمبيد حشري، كانت هي المادة التي عثرت عليها الجهات المختصة بشرطة الشارقة في الشقة المجاورة لذوي الأطفال، وهو ما تسبب في تسرب هذه المادة عبر فتحات التهوية إلى شقة الضحية ليستنشقها الطفلان ويحدث ما حدث. يعني احنا لما الأول كنا شاكين ان هي فود بويزنج، بس لما طلع التقرير النهائي وسبب الوفاة اللي هي التسمم الكيميائي بمادة فوسفات الألمونيوم، فاحنا يعني عرفنا ان المواد دي محظورة وممنوع تداولها في كل البلاد، يعني وهنا في الإمارات برضو يعني ممنوع بيعها، بس احنا عرفنا ان تدخل تهريب. مركز الشارقة الإعلامي الذي دعا لهذا المؤتمر الصحفي بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، جمع لنا كل الجهات المختصة التي توصلت إلى النتائج الحقيقية للوفاة لتتضح الصورة أكثر وينكشف الغمام وينقشع الضباب. نحن واجهنا الاثنين هذيل اليوم على اساس انهم هم بيرشوا لنا الشقه، قلنا لهم انتم رشيتوا الشقه في منطقه ام طرافه بتاريخ كذا، واجهناهم قالوا نعم رشينا الشقه هذه بتاريخ هذا، واعطونا السعر اللي هو 150 درهم. فدورنا نحن كبلديه في اي حاله لازم نفحص المواد الغذائيه اللي استهلكها المتسمم لنتاكد من صلاحيه الماده الغذائيه او لا. في حال تأكدنا أن المادة الغذائية صالحة للاستهلاك الآدمي، بعدين يدخل مثلا دور المختبر الجنائي إذا في كانت حالة مثلا تسمم كيميائي أو غيره. قد تكون حادثة وفاة الطفلة حبيبة دقت ناقوس الخطر لمخاطر تلك المواد الكيميائية ومروجيها، وقد تكون الحادثة أعطت العبر للتأني بصدور الأحكام المسبقة قبل صدورها من الجهات المختصة، إلا أن ذلك لا يعفي جهات الرقابة من القيام بدورها على أكمل وجه لتجنب تكرار هذه المأساة التي بلا شك ذرفت لها العيون وتأثرت بها القلوب. راضيين وصابرين وحامدين وشاكرين الحمد لله، وإنا لله وإنا راجعون. ولمعلومات أكثر حول هذه القضية ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد جهاد ساحو مدير إدارة التحريات بشرطة الشارقة. العقيد جهاد، مرحبا بك معنا في نشرة أخبار الدار. مرحبا يا أهلا. العقيد جهاد، كيف وصلتم إلى خيوط الجريمة بشأن المواد الكيميائية التي عثرتم عليها؟ نقول طبعا هالخيوط يعني عن طريق المعاينة المبدئية وانتقالنا إلى موقع الشقة ومشاهدتنا الشقة المجاورة لشقة المجني عليها بوجود بعث رائحة، اتضح أن هناك في رائحة وأنهم الشقة الثانية مستخدمة مواد كيميائية في رش الحشرات، وعن طريق العثور على ملصقات إعلامية على الشقة الثانية. هاي الملصقات تابعة لشركة مكافحة الحشرات، تم الاتصال بالرقم الموجود على الملصق، وأخذ موعد منه بأن نحن محتاجين إلى رش لشقة لدينا، وطلبنا من الحضور إلى الشقة، وعندهم حضورة تم ضبط 2 من الأشخاص اتفقنا وياهم على سعر 150 درهم. اتضح ذلك أن هذه لا يملكون أي شركة ولا يعودون لأي شركة، فتم ضبطهم واستجوابهم
على أساس أنهم راشين الشقة. نعم، إلى أين وصلتم في التحقيقات حول هذه القضية وما هو مصير نقول المتهمين؟ طال عمرك بالنسبة للتحقيقات هي القضية ككل رحلت إلى النيابة، حالة النيابة كون أنها هي قضية من قضايا الجنائية تحولت إلى النيابة بملفها بإفاداتها إلى النيابة العامة. نعم، سؤال أخير العقيد جهاد، البيان الرسمي الذي صدر اليوم حول القضية ما هي أسباب تأخره إلى هذا الوقت؟ طال عمرك احنا بينا في المؤتمر بالنسبه للتاخر، لان اول شيء باشياء بسيطه يعني ان احنا بالنسبه لاولياء الامر او ادلاء بالمعلومه الاوليه انه تسمم غذائي، ثانيا الى انك انت توصل ما نوع الماده هذه او اكيد محتاج الى وقت. نعم لا شك. نعم. العقيد جهاد ساحو مدير إدارة التحريات بشرطة الشارقة، شكرا لك حقيقة على هذا التجاوب والمداخلة. شكرا.